عن النواسل سمعان يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا حسن الخلق في الحديث نوعان: حسن الخلق مع الله كما وضحنا في الخطبة الأولى، وحسن الخلق مع عباد الله. حسن الخلق مع الله فيكون بالرضا بحكمه شرعا وقدرا، أي أن الله عز وجل إذا كتب على المسلم شيئا يكرهه رضي بذلك واستسلم، وقال بلسان قلبه: رضيت بالله ربا وبالإحسان دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. أما حسن الخلق مع عباد الله فيكون بكف الأذى وبذل الندى ومراقة وجه. كف الأذى أن تؤذي الناس لا بلسانك ولا بجوارحك، وبذل الندى أن تعطي من مال الله الذي آتاه، أن تعطي من مال الله الذي آتاه، وبذل الندى ومراقة وجه، أن تلاقي الناس بوجه قريب. فيقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو هريرة: يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، وما حسن الخلق؟ قال: تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك. هذه حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى ومع الآخرين أيضا. تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك. أيها المسلمون، أوصيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بهذه الوصية. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السبيل